السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة شوف تي في، مباشرة معكم من مدينة تمسنا. احنا اليوم جولة في مدينة تمسنا، نعطيكم الأجواء كيف دايرة هنا في تمسنا. يعني الأجواء عادية كما كتشوفوا، مدينة تمسنا مدينة حديثة. الطقس شوية حار هنا مدينة تمسنا في الصباح هذا، يعني كتشوفوا مدينة تمسنا كما كيقولوا البعض مدينة العمودية. كما كتعرفوا مدينة تمسنا كتبعد على مدينة الرباط ب 15 كيلومتر. يعني كتعرفوا مدينة تمسنا غالبا يعني كلها يعني غير الشقق فيها، يعني ما كاينش البقاع، يعني كاين غير الشقق هنا. يعني ما بين المدن الحديثة، يعني كاينة مدينة تمسنا اللي كتوجد هنا قريبا من الرباط، وكاينة التمنصورت. السلام عليكم. داير بعدا كاميرا. فرق الله. سير الله. فين الوريقة؟ أجواء ديال المدينة. مدينة هادئة.
حتى رجال السلطة هنا في مدينة تامسنا يعني قايمين بالواجب ديالهم، يعني كتشوفهم منتشرين يعني في كل مكان، تحية لهم. بغيت نغتنم الفرصه ونتكلم شويه على التلقيح للناس اللي باقي ما داروش التلقيح، يمشيو يديروا التلقيح. ديالهم يعني راه كتعرفوا يعني انتشار الوباء، يعني انتشار هاد الفتره الاخيره يعني انتشار كثير. انا كنتمنى يعني الشباب يمشيو يديروا التلقيح وما يبقاوش ويديروا التباعد. كما كتعرفوا هذه هي مدينة تامسنا، مدينة يعني المدينة الحديثة، أعطيناكم إطلالة عليها في الصباحية. كنقولوا جميع المتتبعين قناة شوف تي في صباحكم مبروك. وسنة سعيدة لجميع المغاربة، السنة الهجرية. مدينة تامسنا يعني كتعرفوها يعني قريبة للبحر، قريبة للرباط، مدينة هادئة، يعني مدينة جديدة. الصباحية هذه بغينا نعرفكم على هذه المدينة الجديدة، مدينة تامسنا اللي كتبعد على مدينة الرباط ب 15 كيلومتر، وكتبعد على مدينة تمارا حوالي 10 كيلومتر.
العيشة والله إلى مدينة تمسنا، مدينة زوينة وجميلة والطقس ديالها يعني الجو ديالها مزيان. تمسنا على التميز حتى بالغابات ديالها والمنتزه اللي تفتح جديد يعني قبل شهر. هذه هي مدينة تمسنا، المدينة الحديثة كما كيقولوا، المدينة الكوكبية. متابعينا قناة شوف تي في، من هذا المنبر كنقول لكم صباحكم مبروك، اللي غادي العمل ديالو الله يسهل عليه، واللي مريض الله يشافيه، وكنقول تحية لجميع المغاربة داخل المغرب وخارج المغرب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.